تشريح للسلطة الرابعة وعملية جراحية لاستئصال ورم فوضى القطاع ورشات لإعادة ترتيب البيت، والبداية كانت بالمواقع الإلكترونية لتفرج الحكومة بعد أسابيع قليلة عن قانون ناظم لها، وهو موضوع الصحافة الإلكترونية اللي خصوا له نص خاص به في الأسابيع المقبلة. سيتم التعامل مع هذه الوسائط على قدم المساواة مع الصحافة الوطنية المكتوبة من حيث تغطية الأنشطة الوطنية والرسمية والوصول للإشهار العمومي. ما يقارب 23 مليون مستخدم للإنترنت يشتكون من خدمة غير مرضية. بالموازاة مع ذلك تم إحصاء 150 موقع إلكتروني، من بينهم 84 موقع مصرح بهم لدى وزارة الاتصال. اختارت أغلبيتهم الإيواء يعني ليبرجمون في الخارج. الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد على ضرورة إعادة النظر في قانون المهنة لسنة 2012، وكشف عن مجلس وطني للصحافة وآخر لأخلاقيات المهنة، موضحا أن الصحافة لن تمارس إلا من قبل الصحفيين مستقبلا. جهاز ضبط ذاتي، وهو يجمع أساسا ثلاث أجهزة: جهاز متابعة بالنسبة للسحب، بالنسبة للتوزيع الإشهار. الجهاز الثاني هو هام جدا تكلمتوا كلكم عليه، وهو جهاز خاص بتسليم بطاقة الصحفي المهني. وجهاز ثالث هام جدا أيضا، وهو جهاز مراقبة أخلاقيات المهنة. يعني لازم نصيبوا أساليب إجراءات غير قضائية لحل النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة الصحفي. إعادة النظر في قانون 2012، خطر قانون 2012 كان فيه مغالطة، ديروا مجلس وطني للصحافة يشرف على الأجهزة الثلاثة اللي تكلمت عليها. بالنسبة للإشهار الذي سيمثل موضوع تشريع خاص به في قبل نهاية السنة، لقاء مع ممثلي المواقع الإلكترونية كان فرصة لإثارة مشاكل الإعلام الجديد، إعلام سيشكل منصة قوية للنهوض بقطاع كثرت أمراضه.